تستعد شركة أمازون لإطلاق أول قمر صناعي لها من أجل مشروعها الطموح هذا الموسم بشبكة مشروع كوبر لنشر الإنترنت. أمازون أعلنت عن خطة لاستثمار 120 مليون دولار لبناء منشأة لمعالجة الأقمار الصناعية في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وسينجز المشروع في منشأة الإطلاق والهبوط التاريخية التي تتبع حاليا شركة سبيس فلوريدا التي تؤجر هذه المنشأة. ويستهدف مشروع كوبر تأسيس شركة واسعة تتكون من أكثر من 3000 قمر صناعي في مدار منخفض من الأرض لتوفير اتصال عالمي عالي السرعة بشبكة الإنترنت. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.